والله انا طول الوقت كل ما حد يفكرني بيها بحس ان انا بدخل جواها وبخرج تاني. بقول لنفسي هو الممثل دايما بيبقى ما بيبقاش حاسس ان هو راضي عن كل اللي بيعمله. يعني دايما كنت يعني طول ما حد يفكرني بيها اقول ايه انا لو كنت عملت فيها اكتر من كده، بس هي ما كانتش تحتمل لان هو اساسا كان مكتوب بشكل مقتضب صغير قوي. بس الحمد لله حتى الحبة الصغيرين اللي انا عملتهم دول اثروا في الناس الحمد لله. هو اي ممثل هيبقى طمعان ان دوره يكبر اكتر من كده، بس خلاص هي دي وجهة نظر المخرج والمؤلف فانا بلتزم بيها. وانا لما شفته على الورق كان هو كده مش اكتر، يعني لو كان كبر كنت بتمنى، بس الجاي احسن ان شاء الله. اولا الفيلم ده الحقيقة يعني انا من المكان ده بشكر الاستاذ محمد عبد الرحمن منتج الفيلم، لانه هو طبعا انسان على المستوى الانساني حد راقي. لما عرض علينا الفيلم هو جايب وجوه جديدة، كل الفيلم وجوه جديدة، وبصراحة كان بيراهن عليهم. وأنا شايفة أنه هو عمل مجهود كبير قوي. إحنا إن شاء الله هنعرض على أكبر منصة عالمية. لا هو بيت ست كنت أنا عاملة الشخصية قبل سامية خالص. أنا عاملة دور فخرية، هي برضو شخصية مركبة. هي أنا مش عايزة أحرق الفيلم قوي، أنت طول الوقت بتشوف إن هي حد مريض نفسي، وفي الآخر في آخر الفيلم هتكتشف إن هي بتدير الأحداث. أي دور هيتعرض عليا هعمله طبعا. أنا بحب أشتغل كل الشخصيات. أنا عن نفسي نفسي أعمل شخصية مركبة، شخصية مريض توحد، ذو احتياجات خاصة، ذو الهمم. عايزة أعمل حاجة كده لأني جواهم كمية حب وعطاء غير تقليدي، غير عادية. يعني بجد نفسي أعمل شخصية من هذا. بس طبعا لو اتعرض عليا أدوار تانية هعملها. هو طبعا لا، هي اللي عملت ملوك الجدعنة زميلة، أنا بكن لها كل الاحترام والتقدير مع إني أنا ما أعرفهاش شخصيا، بس هو ده شغلها وهي من حقها إن هي تفرح بيه. لا مش أنا اللي عملت في ملوك الجدعنة الحقيقة. أنا في رمضان ده ما عملتش غير هو الاختيار اللي هي سامية شنن، واللي عملت أم بسنت، هي اسمها أم بسنت شخصية أم بسنت في ملوك الجدعنة، لا مش عبير الطوخي، هي الزميلة سما إبراهيم.